التعديل الوزاري الجديد؟ والله والله يولي من يصلح، اللي اشتغل بما يرضي الله ربنا يوفقه في عمله، بس ده اللي اقدر اقوله لحضرتك. دلوقتي في وزراء ستات كتير في الوزاره، ايه رايك في ده؟ ايه المشكله يعني؟ ما في وزراء ستات بتبقى مخها وشغلها احسن من 1000 مليون راجل، يعني ايه المشكله يعني؟ انت عايز اعرف راي حضرتك في التعديل الوزاري الجديد. والله كان مفروض من فترة، يعني لأن التعديل الوزاري هو محدود صغير، لكن كنا نأمل سنة جديدة 2018 يعني يكون في تعديل على أكبر عشان الخدمات يعني يبقى فيها تقدم شوية، المواطنين يعني تعبوا شوية، لكن هو تنمية محلية وثقافة ومساعدين لبعض الوزراء. نأمل من الأيام اللي جاية يعني حتى بعد الانتخابات الرئاسية يكون في تعديل أكبر. إيه رأيك في ظهور دور المرأة بشكل كبير في التعديل الوزاري؟ والله الأستاذة ناس عبد الدايم يعني هي أنا بتابعها من زمان، أستاذة فعلا تدير وزارة زي وزارة الثقافة. أي نعم دكتور نمنم قبل منها برضو كان كوف، لكن نأمل إن فعلا يبقى مشاركة للسيدات والشباب، يعني احنا عاوزين برضو الشباب يكون دور. احنا يعني رئيس فرنسا ولا انجلترا يعني في الاربعينات، فين الوزراء هنا؟ يعني لازم ما يكون يعدي 70 خبرة ماشي، بس عاوزين الشباب فكر جديد وطموح جديدة وتطور في افكار جديدة. ايه رأي حضرتك في التعديل الوزاري الجديد؟ ما اعتقدش انه هيجيب نتيجة، لان احنا دلوقتي احنا ما بنصلحش، احنا بنجيب الناس اللي من الماضي بنحطهم تاني، فبالتالي هيبقى صعب جدا يعني. طب ايه رأي حضرتك في ظهور دور المرأة بشكل واضح في التعديل الوزاري ده؟ ده شيء كويس، اعتقد انه شيء ايجابي وشيء كويس. كنت حابة اعرف رأي حضرتك في التعديل الوزاري الجديد. هو بصراحة التعديل كويس، بس يا ريت نتمنى ان يكون الوزارة الجديدة شافت اللي الناس مرت بيه في الوزارة القديمة وتبتدي تعدله وتبتدي تمشي على منهج اوضح اكتر شوية. ايه رأي حضرتك في ظهور دور المرأة بشكل واضح في التعديل الوزاري الجديد؟ انا شايف من رأيي او من وجهة نظري ان دور المرأة فعال ونشط اكتر. كنت حابة اعرف رأي حضرتك في التعديل الوزاري الجديد. والله انا لسه ما اطلعتش عليه، لكن يعني انا ما اعرفش كم 4 وزراء او بتاع، لسه ما اتعرفتش عليهم، لكن كان همي كله ان خالد عبد العزيز ما يتشالش من مكانه، بس اما الباقي كله لسه ما عرفتش عنه حاجه بصراحه، يعني جه بالليل وانا لسه ما عرفتش عنهم حاجه بصراحه. ايه راي حضرتك في ده؟ والله انا بشجع الست فعلا انها بتبقى في اي عمل، لانها ما بتخرجش على الاطار الصحيح، يعني بتفضل دغري، ما بتحاولش تخرج كده ولا كده او تعمل حاجه غير اخلاقيه. ايه رايك في التعديل الوزاري الجديد؟ ما لسه ما شفناش هو عملوا ايه عشان نقول راينا، الراي دوت بعد فتره زمنيه نقدر نقول الوزراء الجديده عملت ايه، بس يا ريت يكون في جديد، لان بنسبه 1 أو 2% من الوزراء هم اللي شغالين والباقي قاعدين في المكاتب، ما فيش حد فيهم شغال. طب ايه رايك في ظهور دور المراه بشكل واضح في التعديل الوزاري ده؟ طالما يعني بداوا يظهروا كده يبقى في فعلا منهم بيشتغل، وده حتى احنا لاحظناه في وزراء كتير او في محافظات، برضو في المرأة يالا محافظة ماسكة مجلس مدينة في وزارة. رأيك في التعديل الوزاري الجديد؟ والله التعديل الوزاري ده كان المفروض من زمان، يعني انا مش عارف برضو الدنيا ساكتة ليه بقى لها فترة كبيرة، ومش هما بس الوزراء اللي كانوا دولت اللي عايزين يتغيروا، في وزراء تانيين. ايه رأي حضرتك في ظهور دور المرأة بشكل واضح في التعديل الوزاري الجديد؟ والله ده المفروض من زمان، ده من زمان يعني يكون 6 وزراء بس من العنصر النسائي يخشوا، ده اعتقد امر طبيعي في جميع دول العالم بيعملوا كده يعني. ايه راي حضرتك في التعديل الوزاري الجديد؟ والله ربنا يصحى للبلد وربنا يعين الوزراء كلهم ويعين السيسي، ده الاساسي بصراحه، الله يعينه على اللي هو فيه ويصحى للعباد ويصحى للبلد بس.